الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم وفق أبناءنا في الامتحانات. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في رحاب برنامجكم مفاتيح. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الاستعداد للامتحانات وتوجيهات عامة هو موضوع العدد، فجلستنا المعطرة بذكر الرحمن ما هي إلا لإعادة ترتيب الأولويات ووضع الأمور في نصابها، وأن نثق في الله عز وجل ثم في أبنائنا، نبعد عنهم كل ضغط وخوف مرتبط بالامتحان. النجاح الدراسي جزء صغير من النجاح وليس النجاح كله. نتحدث عن مسؤوليات الأباء على الأبناء ونفصل في مختلف الأسباب التي وجب على الأبناء بذلها، وفي ماذا تتمثل البيئة الداعمة المحفزة. كما نعرفكم مشاهدينا الكرام بالاستعداد النفسي والذهني والبدني للامتحان، ونعرفكم كذلك بالخرائط الذهنية وماهية الدروس الخصوصية. جملة من النقاط وغيرها سأناقشها رفقة ضيفي الكريمين. أرحب باسمكم جميعا مشاهدي الأكارم بالإمام والأستاذ محمد بالعالية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك أستاذة وتحية الأستاذة الفاضلة وتحية لكل مشاهدي ومشاهدات قناة القرآن الكريم، متمنين لأبنائنا النجاح في كل الامتحانات، امتحانات الدنيا وامتحانات الآخرة. بارك الله فيكم أستاذنا. كما تحضر معنا الاستشارية الأسرية التربوية حياة غناية. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا أختي ابتسام، وسعيدة جدا بتواجدي معكم. دعواتنا الخاصة والخالصة لأبنائنا المقبلين على الامتحانات إن شاء الله. بارك الله فيكم، ونحن أيضا سعداء جدا بحضورك معنا. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. شيخنا، كمدخل لموضوعنا، ما هو السبيل الأمثل لنيل لذة طلب العلم وحلاوة مدارسته وفضل طلبه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العلم أول فريضة فرضت على الإنسان المسلم، ولذة العبد في عبادته لربه سبحانه عز وجل. الحياة إنما خلقت وخلق الإنسان فيها من أجل غاية واحدة، هي عبادة الله سبحانه عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول فوج حمله الرسول الملكي جبريل عليه السلام إلى قلب الرسول البشري محمد عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس آيات الأولى هي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، بدأت صريحة واضحة: اقرأ. ثم تكرر القلم وتكرر العلم في هذه الآيات الخمس بعدد لا بأس بها. كل ذلك يبين أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش وأن يسعد في
في هذه الحياة، ولا يمكن أن يفوز في المآل، لا يمكن أن يسعد في الشوطين ولا أن يفوز في الدارين إلا إذا أقبل على هذا العلم. ولذلك وجدنا أن المولى تبارك وتعالى قبل أن ينزل آدم إلى هذه الأرض قال سبحانه عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. كأن الحياة لا تصلح إلا بالعلم، وهذا هو الأساس. ولا يمكن للإنسان أن يتلذذ بحياته لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا العلم. الناظر اليوم حتى إلى الجانب المادي يجد أن سعادة البشرية اليوم فيما اكتشفته من هذا العلم أو بالعلم، فيما طورت من وسائل العيش في هذه الحياة. ويجد أيضا قبل ذلك وبعد ذلك أن سعادة الإنسان لا يمكن إلا أن تكون بمعرفته لربه وللغاية التي خلق من أجلها. ولا يمكن للإنسان أن يعرف ربه عز وجل إلا بالعلم. لذلك إذا نظرنا إلى القرآن الكريم، كلام الله عز وجل الذي افتتح في التنزيل بسورة اقرأ، نجد أن أول وظيفة لهذا القرآن هو التعريف بمنزله سبحانه عز وجل، التعريف بالله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا عرف مولاه الأكيد رح يبحث عن الطرق الموصلة إلى مرضات الله سبحانه عز وجل. فالطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى فيه اللذة. تلك المرأة التي خرجت إلى المعركة وأصيبت في قدمها والدم يسيل وهي تبتسم، قيل لها: ألا تتأذين؟ قالت: نعم، يعني هناك ألم، ولكن حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم. لماذا؟ لأنها عرفت أن هذا طريق موصل إلى مرضات الله عز وجل. ذلك التلميذ الذي يقرأ ويتعلم ويسهر الليالي، ذلك التلميذ الذي ربما يحرم حتى نفسه من بعض تلك الألعاب التي قد يخوض فيها غيره، ولكنه نظم وقته وجعل وقته متوازن بين لعب وبين صلاة وبين عبادة وبين كل هذه، نظم وقته فيها. تلك اللذة التي يجدها في العلم هي التي تهون عليه التضحية بكثير من الأشياء. تلك اللذة التي ينالها الإنسان حينما ينجح، حينما يفوز، وحينما يجد اسمه في قائمة الناجحين، لا يمكن أن تدانيها لذة. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: إن في طلب العلم لذة لا توجد فيما سواه. قال: مستحيل أن إنسان يجد لذة في أمر ما كما يجد طالب العلم لذة في طلبه. ولأمر ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين طلب العلم وسلوك طريق الجنة. والإنسان وين يفرح؟ يفرح غدا حينما يجد نفسه في جنة عرضها السماوات والأرض. صلى الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، الجار فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر فيها إلى وجه الله سبحانه عز وجل. بما نال الإنسان ذلك بعد رحمة الله؟ نالها بالعلم بالله، وبالعلم بالغاية التي خلق من أجلها، وبالعلم بالأشياء التي تقرب إلى الله وتبعد عن الله. نالها بالعلم الذي به يستطيع أن ينفع الناس، به يستطيع أن يفرج كروبات الناس. ذلك الطبيب إنما حقق قول الباري جل في علاه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نال ذلك بطلب العلم. ذلك الأستاذ الذي الآن يخرج الناس من الأمية، من الظلمات إلى النور، يعلم الناس القراءة والكتابة، ويخرج الطبيب والمهندس والصيدلي وإلى غير ذلك، إنما وصل إلى تلك المرتبة بطلبه للعلم. ذلك العالم الذي الآن يصحح الشبهات ويسدد التصرفات، إنما وصل إلى تلك المرحلة أيضا بطلبه للعلم. فكل هذا يجعل للعلم لذة يقبل عليها الإنسان وهو يتلذذ. إنما تلك الصعاب كلها من أجل نيل اللذة. وسبحان الله، لا لذة ولا حلاوة لأي إنجاز إلا إذا بعد الشعور بذلك التعب والنصب فينال الإنسان تلك المرتبة الكبرى. ولذلك كانت الدنيا دار نكد وتعب، وكانت الجنة هي دار الجزاء ودار الفوز. نسأل الله عز وجل الفوز لنا جميعا. أمين يا رب العالمين. شيخنا، حتى نربط بموضوعنا لنهار اليوم، فما بال طلابنا اليوم وتلاميذنا لا يشعرون بتلك اللذة حتى الأسر؟
هنا أستاذة لابد من إعادة النظر في المناهج وفي الطرق التي نحن نرغب فيها أو بها أبناءنا في طلب العلم. كثيرا ما نخطئ حينما نقول لأبنائنا عليك أن تتعلم غدا إن شاء الله بس تملك مال، عليك أن تتعلم غدا لتتخرج مهندسا أو طبيبا، عليك أن تتعلم لتتخرج غدا طيارا مثلا، عليك أن تتعلم حتى لا تكون كفلان أو فلان لا يجد قوت يومه مثلا. هنا الإشكالية أننا ربطنا طلب العلم فقط بالناحية المادية وبالمكانة الاجتماعية، ونسينا قول الباري تبارك وتعالى في الآية التي قرأتها بداية، قوله سبحانه عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لو نربي أبناءنا على أن طلب العلم عبادة، وعلى أن قبل أن نصلي وقبل أن نصوم وقبل أن تخيلي معي الإنسان لما يروح يسجد ويتلذذ بسجوده بين يدي ربه عز وجل وهو يناجي ربه عز وجل وهو يعلم أنه في وضعية هي أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود. تخيلي معي هنا يتلذذ الإنسان بسجدته، يتلذذ الإنسان بصومه، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. تخيلي معي حينما يخرج الإنسان في القرعة اليوم للحج وحجاج إن شاء الله ربي يسر لهم ورايح إلى الحج يفرح هذه الفرحة الكبيرة. لماذا؟ لأنه رأى بأن هذه الأعمال هذه العبادات تقربه من الله. تخيلي معي حينما يصبح هذا التلميذ وهذا الطالب يعرف أن أول الطريق الموصل إلى مرضات الله عز وجل وأن أول العبادة المفروضة علينا هي أن يطلب الإنسان العلم، يطلب العلم، يتفوق في العلم، لا يهمه غدا ما هي الوظيفة التي يعمل فيها، حتى الأولياء كذلك أستاذ. نعم أستاذ، حتى الأولياء، حتى الأولياء، نعم، لأنه حينما ينظر إلى ابنه وهو يتعلم وهو يتزكى وهو يتربى بذلك العلم وهو يصبح ذلك الإنسان، لأنه سبحان الله كأن الله عز وجل في محكم التنزيل يقول أن الإنسان بلا علم كأنه ما عندوش هذيك المكان العالية عند الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم الإيمان. تخيلي معي إنسان مشموما في هذه الدنيا، ما فائدة هذا الإنسان؟ لا فائدة من ورائه. كيف احنا دائما نقول فلان فلان انظروا إليه كيف يستطيع أن يعيش مثلا بلا وظيفة، فلان كيف يعيش مثلا بلا سكن، لكن السؤال الأعظم من ذلك كيف يعيش بدون إيمان؟ كيفش إنسان يقدر يعيش في هذه الحياة ويتلذذ بهذه الحياة بدون إيمان بالله عز وجل؟ الآية بعدها مباشرة والذين أوتوا العلم درجات، يعني كيف يصبح هذا الإنسان ذا قيمة ومكانة لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا عند الناس ولا عند الله عز وجل بدون علم؟ فالأصل فيه أن يتعلم، الأصل فيه أن يتفوق. لماذا؟ لأن هذه فريضة من عند الله عز وجل، لأن الإنسان لا يمكن أن ينفع نفسه ولا أن ينفع أهله ولا أن ينفع أمته ولا أن يستفيد في الدارين بدون أن يتعلم. فإذا ربينا وليداتنا وتربينا احنا على هذا المنهج أن طلب العلم فرض علينا، أن طلب العلم يقربنا إلى الله عز وجل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، اللي يخافوا ربي واللي يخشى ربي عز وجل واللي يعرفوا ربي عز وجل هم الذين يتعلمون، هم العلماء. فإذا استطعنا أن نصحح هذا المفهوم لأبنائنا ونقول بإذن الله عز وجل رح رجعوا هذه اللذة تاع طلب العلم عند أبنائنا. إذا بقينا على نفس الخلل أننا نربط وليداتنا فقط بالجانب المادي رح تبقى الإشكالية مطروحة. لماذا؟ لأنه دائما ينظر إلى أن العلم هذا فقط بالوظيفة التي سيتحصل عليها، بالمال الذي سيكسبه، بل ربما في بعض الحالات قادر حتى أنه يقول حتى هذه النظرية خاطئة، يعني أنا نقرب سنجيب مال. هناك ناس ليس لهم علم مثلا وعندهم أموال أفضل من أفضل من يملك الشهادات العليا وغير ذلك. نعم أستاذي، بارك الله فيكم، ونسألك يا الله أن تشرح صدورنا بنور الإيمان والعلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا عليه مشاهدينا الأكارم. حال الطوارئ تجتاح كل بيوت الجزائرية، ويحتاج التلاميذ والطلاب إلى الاستعداد للامتحانات بشكل نفسي حتى يقبل على الدراسة بهمة عالية. في ماذا يتمثل الاستعداد النفسي؟
بالنسبة للموضوع اللي رانا نناقش فيه موضوع مهم جدا، يعني الجملة اللي خيرتيها حالة طوارئ في المنازل، يعني نعم. صراحة التحضير النفسي مهم جدا جدا في هذه الأوقات الباقية على المدة اللي بقت لنا على الامتحان. التحضير هو راح يكون عمل مشترك بين الأولياء، يعني نقدر نقول الأب والأم في المنزل، أفراد العائلة الكبيرة والصغيرة، الأستاذ راح يلعب ولا المعلم راح يلعب دور كبير، والتحضير النفسي راح يكون شوية أسهل لما يكون التحضير العلمي ولا العقلي يكون بالموازاة، لما يكون تلميذ جاهز نفسيا راح يكون مرتاح. يعني صراحة بحكم تواصلي اليومي يعني صراحة مع التلاميذ، لما يتكلموا على الأجواء اللي راهي في المنزل والضغوطات اللي راهم فيها وممكن تعاملات يعني اللي غير لائقة ممكن من أفراد الأسرة والضغط اللي راهم يمارسوا عليه على الابن ولا البنت في المنزل، لما كنت تناقشتي مع الشيخ في نقطة تاع اللذة. لذة لا نستشعر تلك اللذة. لماذا؟ لأنه أصبح المعدل، أصبحت النقطة مقياس، ونساو باللي نساو كل العائلات، نساو باللي كاين قدرات، كاين أطفال ولا يعني طلاب قدرات ما شاء الله، والنقطة لا تعبر على مستواهم الحقيقي. هنا رايحين نقارنوا، نبداو في المقارنات، نبداو في العتاب، نبداو في ممكن الضغط يعني ولا كلام ولا غير لائق اللي حيأثر على أبنائنا. الدور اللي راح تلعبه العائلة التحضير النفسي أننا نخفوا شوية عليهم، التعاملات تاعنا تكون بسيطة، نحاول نوفر الجو، الدور تاع العائلة يعني صراحة، وتوفير الجو. ما هو الجو اللي رانا نتكلموا عليه؟ الجو أصلا يعني كل ما يصير في المنزل خلال 24 ساعة ليلا نهارا. التوقيت، توقيت المراجعة، أوقات ممكن نقولوا أوقات الدراسة اللي راح تكون في المؤسسة، يعني اليوم فقط يعني تقدروا نقولوا بلي توقفوا التلاميذ على الدراسة راهم في الامتحانات الرسمية، الامتحانات التجريبية عفوا، يعني قبل 3 أيام التلاميذ كانوا في الأقسام يعني صراحة. إذا التلاميذ تحضير تاعهم واش راح يبدا في يوم الامتحان؟ إذا تحضير راه وعدنا تقريبا يعني مدة اللي ديناها، إذا راح تكون التحضير العائلة تكون تحضير الجو الملائم. يعني لذلك تكلمت في أول نقطة عن التحضير النفسي، لأن التحضير العلمي مدته قد انقضت يعني صراحة. يعني بعض في كل مرة الرتوشات فقط. في كل مرة أخت ابتسام، احنا ذوكا في التحفيز نتاعنا، يعني صراحة في التحفيز نتاعنا في كل مرة نقول للطلاب لا تفشل واصل. حتى كاين بعض التلاميذ يعني ممكن يكونوا أهملوا دراستهم أثناء العام الدراسي ويبقى له شهر، يعني شهر على البكالوريا، يقول لك خلاص أنا راني عولت نبدأ إن شاء الله. احنا نقولوا أبدا، احنا عمره ما يكون التلميذ ولا الطالب اللي انا تواصلوا معه ولا يكون وليدنا ونقول له خلاص راح الحال. يا لو كان احنا، انا اصلا يعني نقول لهم يا لو كان يبقى يوم ابذل مجهود لعل وعسى ربي يبارك لنا في هذه اللحظات وهذه يعني الدقائق اللي حنطلع عليها. التحضير، نرجع دائما للتحضير النفسي، دور العائله مهم جدا. كيفاش راح يكون؟ هو تنظيم كل شيء، كل حاجة راح ننظموها، ننظموا لهم أوقاتهم تاع الدراسة، أوقاتهم تاع المراجعة. لما التلميذ يشوف روحه منظم ويحترم التنظيم، الإشكالية أين هي؟ هذيك الرغبة أنني يكون عندي جدول يومي وما نحترموش، ممكن نغفل على بعض المواد، ممكن. إذا هنا التلميذ راح ينبض ضميره، يقول اليوم فات وأنا في الجدول تاعي موجود المادة الفلانية، ولم أستطع. إذا هنا دور العائلة أنها ترافقهم. لما نكون نحفز أبنائنا يوميا ونشجعوهم بكلمات، ندعيو لهم، يشوفونا باللي احنا رانا سند ليهم. لما يشوفوا باللي الأم تحضر له في وجبة صحية وواقفة على الوجبة تاعه، تذكروا بأوقات الأكل، أوقات النوم، يعني شرب الماء، شرب الماء ضروري. يعني لما تشوف الطفل لما يشوف الأم تاعه أنها تجي وتقول له لازم تشرب بالماء، لازم ما تنساش. لما هي مش راح تراجع معاه، يعني صراحة مش راح تراجع معاه، يعني كثير من الأمهات ممكن يغلطوا أنهم يجلسوا يعني. وهذه ظاهرة أستاذة نتكلم عنها، أنه الكثير من الأبناء يتكلون على أبائهم، يعني صارت الأم
هي من تحفظ الدروس، هي من تحفظ الدروس وهي من تلخص الدروس. يعني إشكالية كبيرة. احنا في ممكن الورشات اللي نقدموها للأطفال، ولا بحكم أنني راني مازال يعني مع الطلاب يوميا، لما نتكلم معهم يقول لك أمي جهز لي الملخصات يعني. ولو كان يلومها، لو كان أي معلومة ما تكونش موجودة في الملخصات يلومها. وبالتالي خطأ كبير يعني. وراح نأكدوا على هذا الشيء، اللي راح يلخص، اللي راح يحضر، هو اللي راح يمتحن. لا، مش راح يمتحن، راح هو تسجل معلومات في راسه. يعني الأم هي، احنا نوصي بأنه من يلخص ومن يحضر هو الذي اللي راح لازم يمتحن. من يجهز الملخصات هو التلميذ الطالب اللي راح إن شاء الله يدخل هذا الامتحان. المساعدة أن نحضروا له الجو للمراجعة. هذا حتلعب له، تلعب دور كبير في التحضير النفسي. الغرفة نظيفة، إضاءة ملائمة. لما أنا نكون عندي إضاءة خافتة ونافذة مغلوقة وجو يعني جو يحيي النوم، ما يساعدش على الدراسة. الترتيب يعني أمور الغرفة، نفسية التلميذ راح ترتاح، ينشرح قلبه للدراسة وراح يتمتع. حضور الأولياء، يعني حضور الأولياء ضروري جدا. احنا بحكم العمل وبحكم الارتباطات اليومية ممكن نلقى الكثير من الأمهات غايبات. في نقطة الحضور نركز على الحضور الفعلي، لأن بعض الآباء من يدخلون بيوتهم يعني ويكونوا منشغلين بالهاتف. احنا نركز على نقطة الحضور الفعلي. احنا مش قلنا لما الأم ولا الأب يكونوا غايبين طيلة اليوم بحكم العمل، خارج المنزل، إذا بمجرد ما يدخل المنزل يعطيه لهذا الطفل الوقت. احنا في حصصنا يعني في برامج أخرى تكلمت على التواصل. ضروري جدا يوميا على الأقل نصف ساعة نسمع هذا ما شاء الله. هذا الطفل، هذا الطالب، هذا المراهق، هذا اللي التلميذ خاصة اللي مقبل، أو الطالب اللي مقبل على امتحان مصيري، يعني امتحان شهادة التعليم المتوسط ولا شهادة البكالوريا، هي امتحانات اللي طالب بين قوسين. يعني راح نذكر نقطة وراح يوافقوني المتفرجين، طلبة البكالوريا هذا العام هم لم يمتحنوا في شهادة التعليم المتوسط. يعني كانت 2021، كانت كورونا يعني طوارئ، وفتحوا لهم الباب أنه اللي عنده الرغبة يروح يمتحن فليمتحن، والذي ليس لديه الرغبة في الامتحان فما في مشكل، فيه أنه يقدر يروح للثانوي بمعدل القبول فقط. يعني أبنائنا الأغلبية، أنا كنت حاضرة في مركز امتحان هذاك الوقت، أقسام فارغة، قسم جاهزين والعشرين تلميذ، فيه تلميذ واحد، فيه أربعة. أكبر عدد كان في الأقسام كان 7 تلاميذ. أساتذة، تجنيد، وزارة التربية، مديريات التربية، ناس مجندة للحراسة، الطلاب لم يقبلون من خوفهم. لماذا؟ 7 أشهر حجر صحي، الخوف من الامتحان كان كبير. إذا طلابنا للبكالوريا هذا العام ضروري جدا رعاية نفسية خاصة. يعني لازم نعطيهم وقتهم في الدعم النفسي، في التحفيز خاصة. لماذا؟ لأن الشهادة أول مرة أغلبيتهم راح يشوفوا الجو تاع شهادة. يعني صراحة قلت لك في البداية، التحضير النفسي راهو مسؤولية الكثير منا. مسؤولية الآباء، مسؤولية المعلم، مسؤولية كل عائلة كبيرة، مسؤوليتنا احنا من هذه الأماكن. يعني نحاولوا نعطيه حافز للأولياء، ولا ممكن نذكروهم يعني كلهم هدفهم أنهم الوليدات ينجحوا يعني، ونشوفوهم في قائمة الناجحين. ولكن مرات ينسوا أنهم هذا الطلاب لازمك لهم دعم يومي، مرافقة مستمرة، حضور يومي. هكذا باش على الأقل الطالب هذا يعني بموازاة أنه راه مضغوط وراه يتخيل في ذيك التخيلات، ممكن هو عنده ذيك الرغبة في النجاح، وعنده ذيك الحب أنه يحضر ولا يشوف هذيك اللحظات تاع الإشهار بالنتائج، وحب يفرح. مرات والله أنا لما نتكلم مع تلاميذي، مرات يعني تلاميذ يعني مستواهم، أنا نحس باللي كاين تفاوت. لا، كاين تلاميذ مستواهم يعني دون المتوسط. يعني والله احنا ما نقدرش نقولوا ضعيف، مستوى ضعيف، دون المتوسط ولا غير كافي أنه بهذاك المستوى يقدر يدخل شهادة، ولكن رغبته في النجاح ورغبته أنه يفرح الوالدة شيء عظيم، يعني كبير كبير. احنا ماذا نفعل؟ ندعم
ندعم، يعني ما نحاولوش نعطيه لهم إشارات أنه خلاص راح الحال، لا نهائيا احنا ما نذكروهاش هذه نهائيا. ونطلب من كل الأساتذة، الأستاذ يعني نعم. راهو عنده دور كبير في إيصال واحد الحافز، واحد التشجيع للطلاب بسرعة عجيبة، يعني قادر كما قادر بكلمة أنهم يردهم، أنهم يبذلوا في مجهود كبير وما يحسوش وما يتعبوش، كما قادر بكلمة قادر خلاص يفشلوا هذاك الطلاب وتقول خلاص فات الحل، بمجرد ما يقولوا أنت يا راك مازالك شوية بعيد والاختبارات والامتحانات وقرب الوقت وخلاص الوقت، كلمات محبطة يعني صراحة. المعلم عنده دور كبير. ولاحظي الأخت ابتسام يعني أيام هذه يعني الدروس الدعم وتلاميذ مقبلين على الدورات ومقبلين على الورشات، يعني ضغط كبير راهي فيه العائلة، حتى العائلة المهم تلقى الحل، حتى هذا التلميذ ينجح المهم تلقى الحل، وبالتالي أنهم يدخلوا في متاهة. قبل دروس الدعم هناك نقطة أردت أن أنويها إليها، هي كثرة الجلوس أمام الشاشات وتلقي الدروس في صفحات اليوتيوب. نعم أستاذة، هذه النقطة ننوه إليها، هل من شأنها أن تفيد أو تنفع مدة استعمالها؟ صراحة أخت ابتسام الوقت حالي. الآن الوقت ما راهوش مناسب كثير لأنه يبدأ يتلقى في دروس. نعم. الوقت راه مناسب أنه يجمع ذكاء أفكار، شتات أفكار، أنه يرتب أموره. نعم. أنه ينظم أموره. الوقت راه الإنسان التلميذ راه من سبتمبر، يعني من شهر سبتمبر هو راه في دروس في المؤسسة، ممكن في دروس دعم، ممكن يعني ناس يعني يحكيوا للتلاميذ يقولوا لي بسيطة رانا سجلنا في دورات دروس أونلاين، يعني عندهم منتشرة ممكن ساعات خلال الأسبوع مع الأستاذ. ممكن كي لما يبقى لنا الوقت كثير نقدروا نتبعوا بهذا الشكل، ولكن الوقت دوكا التلميذ ينظم روحه في على حساب الوقت اللي بقى لنا. اذا ممكن شهاده تعليم متوسط تقريبا 20 يوم على ما اظن، شهاده البكالوريا تقريبا شهر، وبالتالي الوقت اننا نجمع افكارنا نرتب امورنا مهم جدا. بقى يعني انا واش راني نلاحظ هذه الايام الامور راهي تمشي بالعكس، يعني الوقت اللي التلميذ لازم يكون في المنزل باش ينظم روحه ينظم افكاره يحاول يدير خطه منزليه الان مهم جدا. انا راني نشوف التلاميذ، يعني امس تلاقيت مع تلميذه باش نسالها على امورها، يعني كيف هي ماشيه الامور مع المراجعه وكذا، قالت لي استاذه راني نخرج 8 صباحا ندخل 9 ليلا للمنزل، قالت لي من ماده لماده، من ورشه لورشه، من دوره لدوره. قلت لها بنتي ومتى تجلسين مع نفسك، متى ترتبين افكارك؟ قالت لي استاذه راني ندخل تعبانه كثير 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 كثير. قالت لي يا ربي نزيد ماده في الليل ونرقد ولازم عليها تنوض مع صلاه الفجر، يعني ونزيد برنامج واحد اخر ابتداء من صلاه الفجر. هذه اخطاء راهم يرتكبوا فيها الطلاب وبمساعده الاولياء. انا تلميذ شكالي من الام، قال لي استاذه تكلمي مع امي، قلت لي لماذا؟ قال لي امي راهي تحبني نصاب وتحبني نوض بكري، وهذه مستحيل، يعني مستحيل. اللي قدرت نتواصل معاهم الامهات قلت لهم حرام واش راكم ديروا، حرام عليكم انكم تسهروا الطالب الواحده ليلا ولا الثانيه عشر وينوض مع صلاه الفجر، دوكا صلاه الفجر هي شويه بكري يعني. بعدها بعد ما يصلي يكمل برنامجه ويبدا برنامجه اليومي، اين هي راحه التلميذ؟ اين هي راحته؟ هو اصلا راح يحس باللي كاين كانه في عقوبه، ما ليست دراسه، ليست خطه للنجاح، ولا يستشعر يعني تلك اللذه، لا يستشعر اصلا، او يستشعر الالم صراحه. نعم. والله صراحه عندها يومين تلميذ قال لي استاذه ممكن من فضلك تكلمي مع امي، قال لي امي راهي شغل دارت لي برنامج مكثف لطريقه، والله جا عندي باش عنده معلومات نحب اضافيه يعني باش يزيدها يتساوب، يعني نعسان طفل حب يرقد على الطاوله صراحه ما. وبالتالي هنا الامهات لازمت لهم هما يعني هذا الحصص الحمد لله برك يخصهم يتبعوا. نعم. يتبعوا يحاولوا يطلعوا على هذا الحصص اللي راهي في التلفزيون. انا شفت كل القنوات يتكلم عن التحضير النفسي يعني ودعم، يعني صراحه الناس راهي تاخذ ورشات مدفوعه
باش ممكن تبدي افكار. اذا التلفزيون الجزائري راه يوفر لهم ورشات مفتوحه يعني صراحه افكار نعطيوها لهم، ممكن ننبهوهم الاشياء، ممكن نحذروهم من اشياء، ممكن احنا اصلا حبينا نحفزوا الاولياء باش يكونوا سند حقيقي للاطفال. هم ان شاء الله يا رب العالمين يستفادوا من هذا اللقاء. امين يا رب يا رب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. أستغفر الله العظيم لذنبي ولذنوب المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفروه مشاهدين الكرام. وقال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وجوب الأخذ بأسباب التوفيق والتوكل على الله، تفصيلكم في ذلك. أكيد الإنسان مطالب باتخاذ الأسباب. كانت الأستاذة تتكلم عن التحضير العلمي الذي يبدأ في الحقيقة من يوم أن يجعل التلميذ قدمه في المدرسة، من ذلك اليوم وهو يحضر علميا. لا. لأن كل المراحل التي مرت على التلميذ سواء في الامتحانات كما تكلمت الأستاذة، امتحانات الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، هذه كلها، وأنا أقول أستاذة فقط استعملت واحد العبارة تاع اختبار مصيري، هو ليس اختبار مصيري في الحقيقة، اختبار مفصلي ربما صح بس ينتقل الإنسان، ولكن المصير هو غدا عند الله عز وجل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فبس ما نزيدوش نخوفوا التلاميذ تاعنا بكلمة المصيري. وبعد هو مصطلح متداول طبعا، ولكن لابد أن يهذب هذا المصطلح. لماذا؟ لأن الإنسان هذا التلميذ إذا استعد علميا عقليا، الحمد لله رب العالمين، نقرأ وتعب وحل التلاميذ نتاعه وراجع دروسه والحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك تحضير علمي، تحضير نفسي كان تكلم عليها الأستاذة بهذه المنظومة المتكاملة، بداية من الوالدين لما يهيئوا الجو المناسب، جو تهدوء، مش الجو هذاك تاع كثرة الأوامر والعتاب، والجو تاع العتاب، والجو في بعض الحالات حتى انه اذا ماكش راح تجيب 18 مكلا تجيب البكالوريا. هذه هي النقطه استاذي، انه بعض الاولياء يطالبون ابنائهم بالمثاليه. وهذا خطا كبير. يعني يقول له اذا ما تجيب 17 ولا 18 ولا ما لا داعي باش تجيب بكالوريا، استعمل بها البكالوريا يقول له. والاخطر من ذلك اذا ما خدمتش مكلات جيليه، هذه خطوره كبيره. وهذه راح تخلي هذاك التلميذ، يعني الان شكون اللي راهو مقلق هنا؟ هم الوالدين. بهذه العبارات اللي راهو الان يعيش على اعصابه هم الوالدين. ماذا راح يفعل هذا الوالد وهذه الوالده؟ راح تنقل هذه الحاله النفسيه، هذا التشنج اللي راه يعيشه الوالد والوالده، راح تنقله الى التلميذ. وبالتالي معناها لم يوفروا او للاولاد الجو تاع الهدوء. التحضير النفسي هذا اللي بس نوصل إلى التوكل على الله سبحانه وعز وجل. التوكل مهم جدا. أكيد لما الإنسان الآن نفسيا الحمد لله رب العالمين راهو نفسيا مرتاح. شاب اللي لما نأدي الأسباب نتاعي، أنا قريت، أنا الحمد لله الآن حاولت قدر الإمكان بس نشعر بشيء من الراحة، من الحالة النفسية المستقرة، مش ما ندخلش خايف. لأنه في بعض الحالات الخوف هذا موجود، الخوف الآن شيء طبيعي. واحد يروح مسكين بس يفوت رخصة سياقة. مرات ينظر رجليه، الرجل هذيك تذهب، ماذا تساوي رخصة السياقة الآن؟ يعني الإنسان ما جابش هذه المرة، ما فيها حتى إشكال، راح يتعلم مرة أخرى وما فيها حتى إشكال. ولكن في النهاية لأنه هذه حاجة مفطور عليها الإنسان. كيف يتحكم في هذا؟ لا يمكن لهذا الإنسان أن يتحكم في خوفه إلا بالاستعداد العلمي، ثم بعد ذلك إلا بهذه الحالة النفسية التي يعيشها براحة وبهدوء الحمد لله، نظم وقته. وهنا ثاني ننبه الخاوتنا جميعا في اتخاذ الأسباب. استسمحكم أستاذنا. مشاهدينا، يرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر بتوقيت الجزائر العاصمة وضواحيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. مشاهدينا أهلاً ومرحباً بكم في رحاب برنامجكم مفاتيح في موضوعنا لهذه الأمسية. الأمسية أقول الاستعداد للامتحانات توجيهات عامة. نتابع الروبورتاج ولن عودة. يقبل التلاميذ في مختلف الأطوار على اجتياز الامتحانات النهائية، ويبدأ الخوف والقلق الذي ينتاب الممتحنين والأولياء كذلك، ما يؤثر سلباً على مردودية ونتائج التلاميذ. الجانب النفسي هو جانب جد مهم عند الطفل والتلميذ بشكل عام، يعني كيكون طفل صغير ولا حتى مراهق، لأن الجانب النفسي يأثر كثير على التركيز والانتباه تاع الطفل وتاع التلميذ. يعني احنا خدمنا بزاف على الجانب النفسي تاع التلاميذ تاعنا، تبعناهم من بداية السنة وحنا معاهم، كيكونوا اختبارات نجو نشوفوهم نهضروا معاهم، اللي يكون عنده مشاكل نقدروا نعاونوه نعاونوه، اللي يكون عنده ضغط من عند الوالدين في بعض الأحيان ولا ضغط يكون التلميذ داير نفسه من 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 هو، يكون التلميذ هو ضغط على نفسه بلا ما يشعر، احنا نحاولوا قدر الامكان ان نعاونوا هذاك التلميذ ونخفوا عليه هذاك الضغط تاع الامتحانات، نحاولوا نبسطوا له الامور باش يقدر يركز مليح، يقدر تقويه الذاكره تاعو والانتباه التركيز، هادو كامل ياثر عليهم الجانب النفسي. ويعد المعلم في المدرسه والولي داخل البيت الحلقه الاساسيه هنا في مساعده التلاميذ والرفع من معنوياتهم. يا تلاميذ، ياك على بالكم بلي ايام الامتحانات لازم ناكلوا مليح اكل صحي ونرقدوا بكري على 9 تاع الليل، وقبل ما نرقدوا ما نحكموش التليفونات تاعنا باش ما يشوشوناش، وباش نقدروا الصباح نوضوا بكري ونوضوا نشيطين ونكثروا من المراجعه، بصح بلا ما نعياو بزاف نراجعوا قسما نكونوا حفظنا مليح مليح. كيفيه التحضير للامتحانات؟ اذا اولا العامل النفسي، إذا يجب أن يكون التلميذ مستعد استعدادا نفسيا، وذلك أولا بزرع الثقة
أولا وتحفيزه من خلال أولا أعمال ومشاريع، هذه المشاريع ستنمي قدراته من جهة، من جهة أخرى بعض النصائح التوعوية التي المهمة تساعده في مساره الدراسي. نقطة مهمة جدا هي أنه كل المدارس تقدم برنامج للاختبارات للتلاميذ. هذا البرنامج يجب أن نولي له أهمية خاصة. أولا هذا البرنامج يجب أن يكون في المتناول، يعني مش كل مرة يعني نبحث عن البرنامج، يعني نلحقوا إلى المنزل التلاميذ. نصيحة للأولياء أنهم يعلقوا هذا البرنامج في غرفة التلميذ أو في القاعة التي يدرس فيها الابن، يكون في متناوله. والنصيحة الثانية هو أنه يكون فيه تحضير مسبق، يعني نتفادوا الدقائق الأخيرة، ربما ليلة الامتحان تكون لمراجعة خفيفة هكذا يعني، لكن التحضير يكون مسبق بناء على البرنامج اللي نقدموه للأولياء. بالنسبة للدور تاع الأولياء، كل ولي كيفاش يشوف كما يقولوا كيفاش يلعب الدور نتاعو. أنا بالنسبة ليا بنتي نخليها تخدم براحتها، تعتمد على نفسها، وما نتبعش، ما نحوش انا على نقاطي، برك نقاطي نتبعها، وكي نشوف بعض النقائص نتاعها نحاول نعالجها. هما البيت عاونوني بانهم خصوا لي بلاصه ندرس فيها وحدي. الوالدين تاعي عاونوني داروا لي غرفه ما يسحقوهاش، داروا لي فيها قاعد وزاني باش نحفظ فيها وحدي، واحد ما يجينيني. بدينا نحفظها مع الاستاذ مش كنا نوجد الامتحانات، ماذا أنا بجد ريفيجيت في الدار مش كنجيب ملاح. المراجعة في البيت مهمة جدا للحصول على نقاط جيدة. أولا لازم على التلميذ أنه يعتمد على نفسه قبل كل شيء، وعلى ثاني المنزل لازم يوفر له الجو الملائم، حتى لو كان في المنزل مشاكل عائلية ولا فساكة يسي يتخطاها. والوالدين لازم يشجعوا أبنائهم على كل حاجة يديروها، مثلا حتى لو كان نقص في مواد لازم يدعم روحه مثلا بالكتب الخارجية، وأي حاجة هو يقدر يديرها مثلا في المنزل. اليوم ما كاش واحد ما عندوش انترنت، سما يقدر يدير دروس، يقدر الآخر. وتاني تلميذ لازم دوكا في وقت الحالي كاين دوكا آفات الاجتماعية والآخر، يتأثر بزاف على التلاميذ، سما لازم يختار أولا الصديق صالح قبل كل شيء، باسكو صاحب ساحب كما نقولوا. والامتحان ختاما ما هو الا مرحله تقييميه لمدى استيعاب التلميذ للمقرر الدراسي طوال السنه. مشكوره الزميله دلال ماضي على اعداد هذا الريبورتاج، ولنا عوده في النقاش مع شيخنا محمد بالعاليه. كنا نتكلم عن التوكل على الله عز وجل، وقلنا ان هذا فيه جانب اتخاذ الأسباب، وجانب بعد ذلك أن الإنسان يفوض النتيجة لمسبب الأسباب سبحانه عز وجل. في الأسباب لا بد من التحضير العلمي، هذا واضح وكان تكلم عليه الأستاذة. التحضير النفسي أشرنا، كنا نسمع الآن في التقرير في 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 المنزل، في مع هذا التلميذ، في الابتعاد عن تلك المشوشات، في وضع برنامج للمراجعة، في أيضا حتى في اتخاذ الوقت المناسب، يعني هذاك ربما الدراسة في، وخاصة صار احنا في الأوقات المليحة بعض الحالات نضيعوها، يعني أفضل وقت للمراجعة هو صباحا، يعني بعد صلاة الفجر، اللهم بارك لأمتي في بكورها. في الليل الواحد يروح ينام، الخطأ اللي رانا نوقع فيه الآن هو أنهم في الليل، يعني ربما بعد العصر لو يدير واحد شوية قيلولة وينوض بعد العصر يقرأ شوية مليح، ولكن الخطأ أنه الصباح ما يراجعش ومعد في الليل. احنا كنا نقرأ أستاذة المواد اللي نقرأهم في المساء مستحيل نقدر نستوعبهم كما تاع الصباح، خاصة إذا كان واحد أكلة شوية ثقيلة في منتصف النهار من المستحيلات. فهذا يدخل في باب اتخاذ الأسباب، البعد عن هذه المشوشات اللي أشارت إليها التلميذة بارك الله فيها حينما أشارت إلى بعض الأجهزة اليوم. يعني كنت أشرت أنت إلى التلفاز اليوم الهواتف هذه راهي مختلف الشاشات، يعني أخطر، يعني نعم أكيد أستاذة. فهذه من المشوشات، وهذه من الأشياء التي تترك الإنسان ربما لا يركز.
أيضا مليح للأساتذة، وهذه والله نصيحة من تلميذهم. الأساتذة اليوم يقدروا يقدموا حاجة للتلميذ، وأشارت الأستاذة مشكورة، قد لا يستطيع أن يقدمها للوالد ولا أي كان، وهو إعادة الثقة في الله سبحانه عز وجل، ثم أيضا إعادة الثقة في نفس هذا التلميذ. يعني الآن لو الأستاذ يجي ما شاء الله يدير لهم دورة مثلا، بعض المؤسسات سواء المتوسطة ولا الثانويات يديروا في نهاية الموسم دورة للتلاميذ المقبلين على هذه الامتحانات، دورة تحضير نفسي ومنهجي نديروها في المسجد. كل عام نديروا دورة تأهيلية للتلاميذ المقبلين على امتحانات سواء المتوسط أو الثانوي، لكن لو تكون في هذاك المحضن اللي راهم يقرأوا فيه التلاميذ في المدرسة ولا في الثانوية راح يكون أكثر فائدة. الآن الحمد لله وفرنا التحضير العلمي، التحضير النفسي، خلاص التلميذ هذا وهو رايح إلى الاختبار لابد أن يعلم أن الذي تركه ينجح في مساره هو الله سبحانه عز وجل. يعني التلميذ اللي راه في الرابعه متوسط، قولوا لتلميذنا لوليدنا اللي نجحك في الابتدائي هو الله، واللي نجحك في السنوات الماضيه هو الله سبحانه عز وجل، واللي خلاك تخدم في الفصل الاول والفصل الثاني هو الله سبحانه عز وجل. اذا الذي سيقف بجنبك والذي يعينك والذي يوفقك هو الله سبحانه عز وجل. لذلك هذا هو التوكل على الله، التوكل على الله أن الإنسان يتخذ الأسباب ثم بعد ذلك خلاص ما تقلقش ما تتعبش، اتأكد باللي وش قرر ربي سبحانه وتعالى أو قدر ربي سبحانه عز وجل ذلك هو خير لك. إذا قدر لك ربي سبحانه تنجح هذا العام، إن شاء الله ينجح وليداتنا جميعا، هذا خير لك بإذن الله عز وجل. الله عز وجل قدر بأنك في هذا العام مثلا ربما الفرصة مش راح تكون مواتية لك، وربما الفرصة مش راح تكون كاملة لك، الله عز وجل يؤخرك العام الجاي، يأخرك العام الآخر. أمر المؤمن كله خير أكيد. ولذلك هنا لابد أن نثق في ربنا سبحانه عز وجل، لأن الثقة في الله تبارك وتعالى الذي يملك كل شيء. احنا عقولنا ونفسياتنا وحالتنا بيد ربنا سبحانه عز وجل. فالإنسان يحضر علميا ويحضر نفسيا ويحضر روحيا. وهنا أيضا إشارة لكثير من الأولياء لما نولوا في هذه المرحلة يحبسوا مسكين، يقولوا ما تقرأش القرآن، يحبسوا ما يديش معه للجامع، وهذه من الأخطاء. خليه يقرأ الورد تاع القرآن نتاعه، الورد هذا شحال يكلفه؟ نصف ساعة، ساعة، خليه يقرأ الورد تاعه، هذا هو اللي بإذن الله عز وجل يخليه مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خذوا معك إلى المسجد لتأدية صلواته، راح تكون له بإذن الله عز وجل تلك الشحنة الروحية وتلك الوقفة بين يدي ربه عز وجل يسأله ويدعوه ويتوكل عليه، وبالتالي أيضا هذا هو سبب التوفيق. يعني الدعاء أستاذي استسمحك هو دعاء وضرورة دعاء الأباء لأبنائهم بالتوفيق. أكيد أحد الصالحين كان يقوم في الليل، سألوا ابنه قالوا يا أبته ما الذي تفعله، يعني احنا عنا صلوات الخمس نصلوها، انت في الليل تبت تصلي. فقالوا يا والدي هذا من أجلك، ولك أن تتخيل هذا التربية، هذا الوالد الآن يصلي ويدعي لوليده ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، راه يدعي ويزيد يقول لوليده باللي هذا كله من أجلك باش ربي عز وجل يوفقك، باش ربي سبحانه وتعالى يعينك. كم راح تكون هذيك الشحنة على العاطفة التي يتلقاها هذا الطفل، كما قالت الأستاذة راح يولي هذا الطفل وهذا التلميذ وهذا الطالب كم يسعى بعد مرضاة الله عز وجل، بعد أن يرضي الله تبارك وتعالى، كم يسعى أيضا من أجل إدخال السرور على والديه ويولي أنا نقرأ إن شاء الله ونكون مؤدب ونكون مهذب ونروح إن شاء الله بإذن الله عز وجل ونخدم في الامتحان نتاعي باش نرضي ربي عز وجل ونرضي والدية ونفرح والدية. تخيلي معي هذاك التلميذ الذي تصبح هذه هي النظرة تاعو، هذا التلميذ أكيد في كل الحالات راح ينجح بإذن الله عز وجل. أنا لا يهمني بعدها وش راح يكون، والله ما يهمني كما قالت الأستاذ، والله ما يهمني النقطة شحال، يهمني أن الولد هذا يكون صالح، يهمني أن الولد هذا يكون عنده هذا المفهوم يرضي ربي عز وجل ويرضي والديه، ثم بعد ذلك ليكون ما كان في هذه الدنيا راح يكون نافع للأمة في أي مجال كان. وهنا أيضا قوس معناها ما يش بالضرورة النجاح نتاعنا وقيل كم راح نكونوا أطباء، لا لا بالعكس. أنا أقول لك حاجة، كاين ناس عندهم شهادات عليا ولكن ما عندوش أدب وما عندوش خلق وما عندوش، ما الفائدة منه؟ إذا لا نقلق من الامتحانات بالعكس. وبعد نصيبه مثلا مهندس نظافة
ينظف في الشارع ما شاء الله، ويحمل في هذه وكل هذه القمامة اللي راح نقولها في ميزان حسناته، وإنسان ما شاء الله مؤدب ومربي. شوفوهم الآن صبي مهندس نظافة وليداته كيفاش خرجهم بعد توفيق الله عز وجل، ما شاء الله عليه. فلذلك إذا نظرنا بهذا المنظور وتوكلنا على ربي سبحانه عز وجل ونظرنا أن الأمور بيد الله وأن ما قدره الله هو خير لنا، قال أحد العلماء: والله لو كشف الله لك حجاب الغيب لما كان عليك إلا أن تختار ما قدره الله عز وجل لك. قال لك كان يكشف لك ربي وش راح يكون غدا وبعد غد وبعد 10 سنوات وبعد 20 سنة، وما الذي يحدث لك لو كنت مثلا طبيبا، وما الذي يحدث لك لو كنت مهندسا، ولو يكشف لك ربي عز وجل ما هو في عالم الغيب الذي يعلمه هو سبحانه وجل. لما نقول عالم الغيب عالم الغيب والشهادة هذه بالنسبة لنا احنا، يا أما الله عز وجل فكل الأمر عنده شهادة. فلذلك إذا قدر لك ربي سبحانه حاجة أتأكد بلي ذلك هو خير لك، وهذا هو التوكل على الله. استعمل الأسباب وترك النتيجة لمسبب الأسباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. هل توجد آليات أثبتت فعاليتها في المذاكرة؟ في المذاكرة أقول كالخرائط الذهنية. أكيد أختي ابتسام، يعني من أنجعها ويعني شفنا نتائج مبهرة هي الخرائط الذهنية والتلخيصات. الشيء الجميل أن يعني في زمن قبل يوجد غير ملخصات، تعلم التلاميذ أنهم يلخصوا الموضوع نتاعهم بطريقته بأسلوبه بخطه، ولكن الطرق الجديدة والطرائق الجديدة هي استعمال الخرائط الذهنية الحمد لله. يعني مدربي الذاكرة يعني عملوا كثير من الدورات والورشات حتى للأولياء حتى يعلموها لأطفالهم أنهم يتعلموا يلخصوا بالخرائط الذهنية. أحسن طريقة لي التلخيص هي الخريطة الذهنية، طريقتها سهلة بسيطة، والاسترجاع المعلومة فيها بسرعة. يعني صراحة هي عبارة عن طريقة اللي يقدر يتعلمها أي واحد في المنزل. أنا تابعت كثير من الأمهات دخلوا الورشات هكذا خفيفة مدة ساعة ساعتين ثلاث ساعات، تعلموا طريقة إنجاز خريطة ذهنية وعلموها لأطفالهم، وبالتالي أنهم أصلا الأم لما تعطي طريقة سهلة للطفل حتى يعتمد عليها ويتمكن. والشيء الجميل أنه لما يلخص وحده، لما يضع بسمته في الخريطة الذهنية، لما يحب يسترجع المعلومة يسترجعها وحده، فرحته بالنتائج راح تكون رائعة. هو أصلا يقول لك أمي لخصت وحدي رجعت وحدي نتيجتي كانت، هو راضي عليها. مهما كانت راح تكون راضي عليها، وراح احنا حتى نكونوا راضيين مهما كانت، أنه يبدأ يتعلم كيفاش يدعم نفسه. الحاجة اللي ننبه لها وذكرتها من قبل أنه الأولياء يحاولوا أنهم يخليوا يعطيوا فرصة الأبنائهم أنهم هم اللي يوجدوا الخرائط، هم اللي يديروا التلخيصات حتى الأمور تسهل عليهم. صراحة لما يكون يوم الامتحان راح تسهل عليه عملية استرجاع المعلومة. يعني ذكره الخرائط الذهنية راهي تستعمل في كل مجالات، يعني حتى الجامعيين يعني مدارس عليا يقولك نستعمل الخريطة الذهنية حتى نلخص، يعني مجرد لقاهم الكتب تاعهم ولا المراجع تاعهم، يعني كثيرة 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 يعمل مخطط أنه يقدر يوضع بصمته يلخص يحط الخطوط العريضة الأمور اللي تذكروا بعض الإشارات بعض الكلمات، وبالتالي يقدر يسترجع المعلومة الطالب بكل سهولة. برك حبيت أن يعني بالموازات للخرائط الذهنية، مدة المراجعة مهمة جدا. يعني احنا رانا الوقت اللي بقى لنا ما راهيش مدة كبيرة بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط ولا البكالوريا، مدة المراجعة مهمة جدا. أن الطفل كل يعني كل 20 دقيقة 25 دقيقة على الأقل يتوقف 5 دقائق. المراجعة المستمرة بدون توقف لساعات هذه راح تنعكس على الطفل.
تنعكس على الطالب، على التلميذ، على المراهق، راح تنعكس عليه أنه تولي عنده معلومات مكثفة، راح يقوم أنه يكدس المعلومات، الترتيب غير موجود أصلا، هو لازم له وقت باش حتى يكمل كل هذه المراجعة. وبالتالي مهم جدا، يعني دراسات علمية، أبحاث ناس متخصصين يقول لك باللي حتى ويطول لازمش يفوت 40 دقيقة، عفوا بعد 40 دقيقة لازم يتوقف على الأقل 10 دقائق، وبعدين يعاود يكمل المراجعة نتاعه، يتواصل في المراجعة نتاعه وطريقة العمل نتاعه، ما كاش مشكل. لما يكون عنده برنامج ومنظمه على هذا الأساس، يعني مؤخرا وضعت برنامج للمراجعة، الراحة وضعناها في البرنامج، يعني أنا حطيتها في القناة، مهمة جدا. وما كثير الأولياء يقول لك الوقت عليها يقعد 10 دقائق، ممكن يضيع هذيك 10 دقائق تاع اللعب ولا تغيير جو، هي اصلا يرفع التركيز بها. نعم. يرفع التركيز بها. كذلك الا تحبي الاخت ابتسام نذكرهم على التنفس او الاسترخاء، ضروري جدا. هو لما يقرب الامتحان الطفل يكون شويه مرتبك، تكون الخوف، يحس بواحد الخوف من الامتحان، ممكن الجو تاع الامتحان، ممكن يخمم في النتيجه. استاذ، الخوف الذي يكون في الولي رغبه في التنفس، ممكن الاولياء اللي زرعوها فيهم، يعني كما راكي تقولي اخت ابتسام، والاولياء الحين يلعبوا دور كبير، بصح ما ننساوش باللي الطفل هذا دائما يخمم في الامتحان ويوم الامتحان. احنا نعطيو لهم صوره ايجابيه على اجواء الامتحان، نعطيو لهم، نحاولوا نربطوا لهم الامتحان بالفرحه، نربطوا لهم النتيجه بالفرحه، نربطوا لهم جو الامتحان، هي تجربه رائعه. يعني صراحه انا بنتي البارح قالت لي امي انا سعيده، قلت لها وعلاه؟ قالت لي انا اجتزت امتحان شهاده تعليم متوسط يعني منذ عامين، قالت لي اني سعيده والله. قالت لي امي تجربه كانت رائعه، وقالت لي انا لما العام الجاي ان شاء الله حتكون عندها شهاده البكالوريا، قالت لي جو الامتحان خلاص الصوره راهي في ذهني. ننصح الاولياء، يعني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا في كثير من الحالات الأبناء لا يجتازون الامتحان في نفس المكان تمدرس، يأخذوهم يوم أو يومين قبل الامتحان لزيارة المكان، الموقع، يشوف على الأقل ما تكونش عنده هذه الصورة الضبابية على مكان الامتحان. ونحاولوا نتكلموا معهم باللي هذا الامتحان هو عادي جدا كأي امتحان راح يجتازوه، اتكلوا على ربي، الدعاء، نعلموهم قبل ما يعني بمجرد ما يجلس في المكان يدعي رب العالمين، لأنه هو اللي راح يسهل عليه الأمور، هو اللي راح يفتح له بيبان الخير، هو اللي راح يسهل له كل حاجة. نعلم وليداتنا الدعاء في المذاكرة، قبل المذاكرة، بعد المذاكرة، لو كان نعلم وليداتنا هذا الأمور، نعلموه لما روي يراجع يسمع الأذان، يعني مباشرة راح يصلي، راح ييسر له الأمور وراح يسهل له كثير من الأشياء. الأولياء قادرين يغفلوا عليها، وبالتالي يشحنوا هذا الطفل غير بالأشياء السلبية، اللي هي الضغط، اللي هي الوقت غير كافي، اللي هي لازم نراجعوا يعني بكثافة، ودروس خصوصية، وأشياء كثيرة. يعني بذكر الدروس الخصوصية، يعني الأمهات راهم في خلط كثير. يعني أنا من هذا المبرر نقول لهم باللي خليوا الوليدات يريحوا شوية، دروس خصوصية أصلا يعني كانت عندها لازمة طيلة العام الدراسي، والخلط أحيانا يكون تكثيف في هذه الفترة. أخت ابتسام، الأولياء راهم يكثفوا الدروس الخصوصية الأطفال، حتى الممتازين، يعني الأمهات يتصلوا بالأساتذة، درس خاص، طفل ممتاز، يعني ما يحتاج. مرات الأم تروح تسجل في المراكز والمؤسسات الخاصة دروس خصوصية جميع المواد، يعني صراحة هذا شيء خطير. حتى التلميذ هذا أنهم ما يخليولوش وقت راحة 24 ساعة، ما عدا ذوك السوايعات القليلة للنوم، بالتالي التركيز ينقص، الضغط يولي عليه، يشوف باللي هذا الامتحان هو شبح ولازم، وخوف يعني أصلا توقيت لما يكون يمشي، الأولياء راحين يزرعوا في التلميذ هذا الخوف، وتلقى هذا التلميذ يعمروا له وقته كامل بالدروس الخصوصية. حتى المواد، يعني بعض المواد والله ما تستاهل، يعني صراحة إسلامية ومدنية وتاريخ وجغرافية، أن تلقاهم صراحة لازم ينظموا توقيت لولادهم. أنا يعني نعيب على الأمهات اللي ممكن تخلي الوليدات خلال السنة أنهم محتاجين بعض المواد
بعض المواد ومن بعد في يبقى شهر ولا يخلص الوقت العام الدراسي راه راح يخلص حتى ننطلقوا في بعد فوات الاوان ننطلقوا في هذيك الموجه تاع الاستنفار في المنازل وفي المدارس وبالتالي الاثار راح تكون صعيبه. التحضير راهو كان عندنا وقت كبير بقى لنا دوك التحضير النفسي ورانا نتكلموا عليه. التحضير لما قال الشيخ وانتم بارك الله فيكم التحضير العلمي راهو عبديناه منذ سنوات يعني من بدايه السنه، ولكن دوك التحضير النفسي اننا نخليو هاد الوليدات يروحوا الامتحان وهم فرحانين. انا نحب نقول لهم حاولوا تخليوا من يوم الامتحان يوم عيد، ذكرى تذكروها باللي يوم جميل وننتظروه العائله وكل من هو ينتظره حتى نديروا هذه التجربه. سبحان الله هي تجربه في الحياه، تجربه دراسيه، نكون تبقى لنا ذكرى حلوه. حتى نقول لهم مليح لو كان تلبسوا فيه ملابس تاكل تلبسوها في العيد يعني صراحه يعني على الاقل تبقى روعه ان شاء الله يا رب العالمين. يعني كلنا نصيحتي ان شاء الله بقى لنا الوقت اللي الامهات هنا الامهات راحين يلعبوا دور كبير انهم يعطوا فرصه الامهات خاصه احنا دائما نوجه الامهات ولكن الاب هو من الجهه الماديه الاب يعني يكون حاضر، اما الجهه يعني بصفه عامه والام تكون هي حاضره خلال اليوم. استاذه تتكلم من الواقع يعني ما هو الماديه يعني حضر الاكل والشرب وكل ما يحتاجه هذا الطفل، ولكن الام هي اللي تملا الفراغ الموجود خلال اليوم. دعواتي لهم يعني انهم التوفيق. نعم بالتوفيق بالصبر ربي راح يجازيهم، هاد الوليدات امانه وربي راهو يراقب فينا. اذا كل تصرف نتصرفوه يكون غير لائق ولا كلمه غير لائقه اللي تاثر في نفسيه الطفل ربي راح يحاسبنا عليها. حديثكم عن الامان نترك كلاما ختاميا للاستاذ. قد يشتكي بعض الطلبه والتلاميذ من سوء معامله معلمه، ضربه وعدم تصحيحه لورقته. ماذا عن الأمانة وعن الرفق بفلذات أكباد المسلمين؟ الأمانة أكبر الأمانة هي أمانة من أعطاك فلذة كبده، يعني هذا المعلم هو الآن الحمد لله رب العالمين في مقام عظيم، كفاه أنه في مقام يتشبه فيه بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت معلما، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلذلك المعلم جزى الله خيرا أساتذتنا ومعلمينا، حينما يستشعر المعلم والأستاذ بأن هذه رسالة فيقدمها في أبهى حلة ويتقرب بها إلى الله سبحانه عز وجل ويتلذذ بتلك المعلومة التي يعطيها لتلميذه، ثم أيضا حينما يشعر بأن هاته أمانة، هذا مستقبل الأمة، مستقبل الأمة بين يديه المعلم هذا. الآن الأمة كامل استأمنته على مستقبلها، وليدات المسلمين اليوم، وليدات الجزائر اليوم لما يروحوا للمدارس هذوك هم المستقبل تاع الجزائر. إذا حبينا نعرف الجزائر بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، مستقبل هذه الأمة ننظروا لهذا الأولاد. فإذا استثمرنا فيهم مليح وغرسنا فيهم القيم مليح وخليناهم يجعلوا للعلم مكانة ويجعلوا للعلم هذاك المقام العالي، الأكيد بإذن الله عز وجل احنا نصنع أمة متحضرة، أمة متعلمة، أمة ترضي المولى سبحانه عز وجل. شكرا لكم الأستاذ محمد بالعالية، شكرا لكم الاستشارية الأسرية التربوية حياة غناية. مشاهدينا إلى أبنائنا، أنتم ناجحون مهما كانت النتائج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.